اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نبتدي الكلام في الفقره دي عن مباراه الامس وفوز النادي الاهلي وتفوقه على انبي بنتيجه 1-0 في دور ال 16 من بطوله كاس مصر، يتاهل النادي الاهلي رسميا لدور الثمانيه علشان يقابل بيراميدز في هذه المرحله، وان شاء الله باذن الله تكون خطوه اخرى للنادي الاهلي في هذه البطوله علشان يقدر يوصل ويحافظ على لقبه بطوله كاس مصر. لكن اللي بيهمني من المباراه امبارح مكاسب النادي الاهلي، ده الامر المهم بالتحديد بعد ما خسرنا السوبر امام طلائع الجيش. في مفاجاه بصراحه ان الاهلي يخسر من الجيش، لكن ده امر وارد في كره القدم، خصوصا الاهلي كان وحش قوي 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 في مباراه الجيش. انا بتكلم بصراحه يعني احنا كنا وحشين جدا في مباراه الجيش في ماتش السوبر، لكن امبارح الاهلي مختلف. امبارح الاهلي كان فيه أداء نسبيا جيد في اختلاف عن مباراة السوبر، بعض اللاعبين أو أغلبية اللاعبين كانوا في مستواهم، الإصرار الروح اللي دايما متعودين عليها من لاعبتنا كانت موجودة، تفوق أكتر من لاعب. فعلشان كده عايز أقول المكاسب بتاعت النادي الأهلي اللي أكيد حضراتكم طبعا كعشاق للنادي الأهلي ومتابعين بشكل كويس جدا للفريق عارفين إيه هي مكاسب النادي الأهلي بالأمس. لكن خلينا نبتدي نتكلم على أحمد عبد القادر مثلا، واحد من نجوم المباراه امبارح، عمل ماتش كبير جدا، اول مشاركه ليه رسميه مع النادي الاهلي بعد ما كان طلع اعاره لسموحه، لكن اللاعب تحس ان هو بقاله فتره مع الفريق. مهارات ايه واداء ايه وثقه مميزه جدا عند اللاعب، فواضح ان هو هيكون اضافه لو استمر على المستوى ده وبقى احسن من كده كمان، هيكون اضافه مؤكده للنادي الاهلي. من ضمن كمان المكاسب اليو ديانج طبعا نجم المباراه، ده تحطه كده على جنب يعني، ده ما تتكلمش عنه خالص، ده مش محتاج تقييم يعني. يعني مش محتاج ان احنا نقعد نقول ديانج النهارده حلو النهارده وحش، لا ده واحد بره التقييم بصراحه، ده في حته تانية، مش بقلل من اي حد في المركز ده خالص، لا كل اللعيبه عندنا ممتازه. حمدي فتحي السولية طبعا ممتاز جدا، حمدي فتحي ممتاز جدا، كل اللعيب اكرم لو لعب في المكان ده ممتاز جدا، لكن ديانج مختلف شويه وده طبيعي، كل لاعب بيبقى ليه مميزاته، ممكن ميزه عند اللاعب ده تديله افضليه عن لاعب اخر كلام من ده. فديانج ده مش محتاج تقييم، ده نركنه كده على جنب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليه. كهربا انبسطت قوي 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 من أداء كهربا امبارح، جمهور الأهلي كمان ردود الأفعال كانت واضحة جدا بشكل إيجابي على كهربا، واضح إن هو بيشتغل عايز يجي، عايز يرجع للمستوى اللي إحنا متعودين. يا جماعة إحنا عندنا لعيب جامد قوي اسمه كهربا، والله عندنا لعيب بكواليتي ممتاز، لعيب جامد جدا كهربا. محتاج إيه كهربا؟ زي ما هو مركز كده الفترة دي يستمر في التركيز، ادي حاجه. وانا في اعتقادي الشخصي ان هو محتاج دقائق كتير عشان يرجع كهربا اللي احنا عايزينه، دي طبعا رؤيه فنيه تتعلق بالجهاز الفني، هو ادرك كل شيء، الاهم مصلحه الفريق في كل الاحوال، لكن اعتقد دي بدايه حقيقيه لكهربا امبارح، كان مميز جدا في المباراه. من ضمن برضو اللعيبه اللي حابين نتكلم عنهم بدر بانون، بان قد ايه اهميته وتقله ورزانته في خط الدفاع ومساعدته في بناء الهجمه بالنسبه للفريق ككل، حاجه ايجابيه جدا. واللاعب اللي سؤال حلقتنا بيتعلق بيه النهارده هو ميكي سوني، ميكي سوني نزل عمل نشاط سواء في الماتش ده او الماتش اللي قبليه، برضو من اللعيبه المختلفه، يعني احنا الفتره اللي فاتت ما كانش عندنا لعيب بمواصفات ميكي سوني، هو ممكن تحس ان جسمه قليل شويه بس عفريت، هو عفريت في الملعب، يقدر ان هو بيتنطط كده تحس ان ما تعرفلوش هو مكانه فين، لعيب بمواصفات مختلفه عن اللعيبه الموجوده، ودي حاجه مهمه قوي ان انت يكون عندك تنوع في القدرات عند الفرقه بتاعتك في القائمه بتاعتك. فهو مباشر طبعا يصعب الحكم عليه دلوقتي، لسه لعب ماتشين بس مش كلهم كمان، لكن في بوادر جيده وايجابيه من خلال ميكي سوني. حسام حسن كان يعني جيد لحد ما لما نزل، ما خدش وقت كتير، لكن لسه برضو اللعيبه كلها محتاجه وقت بالتحديد الصفقات الجديده. فبالتالي هي كانت مباراه مهمه وخطوه جيده بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله كاس مصر.